يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. 29/4/2015 احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره مع مجموعه متنوعه اكيد من الفقرات. وبنبدأ دايما بفقره الصحافه، بس خليني في البدايه اصبح على الشريف نور الدين. صباح الفل. صباح الفل يا دينا، صباح الفل على كل مشاهدينا. وكالعاده زي ما قالت دينا، بنبدا دايما بمراجعه على اهم عناوين ومتابعه ايضا اهم عناوين الصحف اليوميه. طبعا اكيد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى قبرص هي يمكن الخبر الاساسي والمتابع من كل الصحف، لكن ايضا هناك ملفات اخرى. كل ده هنعرفه مع فقره خاصه جدا، ودينا وضيفها الصحفي الاستاذ محمود الجندي بجريده الشروق. وكمان هيكون معانا فقره مع اللواء احمد عاصم، و هيكون ضيفه اللواء الدكتور صفوت كامل الباحث والمحلل المروري، وطبعا فقره عن المرور. هيكون ايضا معانا موضوع مهم جدا، وهو عن اقرار ميثاق لحقوق الانسان وملف لبنان في هذا الصدد. الحقيقه عقد بجامعه الدول العربيه مؤتمر بهذا العنوان، وايضا هناك كثير من التساؤلات لها علاقه ب اين تقع، او مش بس لبنان الحقيقه، احنا هنتكلم بشكل عام كمقارنات بقى بين الدول العربيه المختلفه. واهم من الميثاق واقراره، واهم من الكلام، هو تفعيل هذه القرارات وتفعيل هذا الكلام، وهو ده يمكن مربط الفرس. هيكون معانا النهارده دكتور هادي اليامي، هو رئيس لجنه حقوق الانسان بجامعه الدول العربيه. يعني ايه؟ هو ده اللي بنساله على كل اللي احنا عايزين نعرفه. معانا كمان فقره عرض كتاب، هيكون معانا كتاب الروح التامنه للروائيه نرمين يوسف. وعايز اقول لحضراتكم طبعا البحث عن السلام النفسي او سلام الروح او السول جيرني زي ما بيقولوا، متهيألي مرحله بنمر بيها كلنا، مراحل مختلفه في حياتنا عشان نوصل للسلام الداخلي او الرضا زي ما بيقولوا. ايه؟ لقيت السلام الداخلي؟ والله انا في البحث دايما عنه، يعني اكيد يعني. هتلاقيه امتى طيب؟ والله قدامي رحله الاسبوع الجاي هحاول ادور. بس انت لقيته يا شريف؟ لقيت السلام الداخلي؟ وصلت له؟ هو كان فين؟ هو موجود في اول الصحراوي. صباح الخير. معانا نرمين يسر، هي روائيه وده اول كتاب ليها، وطبعا هنتعرف اكتر على الكتاب الصوفي لنرمين يسر على الاول الصحراوي. يا مش مصدق والله العظيم. اقول لك ايه طيب؟ سلام اول فيصل. المهم عندنا بعد كده موضوع عن عيد العمال، واعتقد الحقيقه يمكن عيد العمال هو من اكتر عموما الاعياد اللي بتخلينا دايما نفكر. بمعنى ايه؟ هو بيبقى تذكره لحقوق، برضه نرجع تاني لموضوع حقوق الانسان، بنفتكر دايما حقوق العمال. الحقيقه نفتكر كويس قوي تحديدا يمكن في تاني سنه بعد الثوره، بعد 25 يناير طبعا، كان في كلام كتير جدا وناس كتيره جدا حاولوا يوجهوا عيد العمال دوت لاغراض اخرى. لكن اساسا ولو تفتكر واحنا صغيرين كان عيد العمال كان بالنسبه لنا يوم الخطبه الطويل جدا. ايوه صح، فاكره؟ كان هو خطبه طويله والعلاوه يا ريس، بس ما كانش بيحصل اي حاجه ثانيه يعني. ويوم اجازه. ويوم اجازه بالظبط. السنه دي مش اجازه عشان هو جاي يوم الجمعه. أوكي. او يوم السبت حاجه كده، يوم الجمعه باين، يوم الجمعه. المهم يعني، فهتكون معانا فقره خاصه جدا عيد العمال، وهيكون ضيفنا فيها الاستاذ محمد حردان، وهو عضو مجلس اداره الاتحاد الوطني للنقابات المصريه. وواضح جدا طبعا ان هيكون الكلام معاه عن حقوق العمال المصريين و الانتماء النقابي بشكل عام، وازاي نقدر ان احنا نضمن في ظل غلاء الحقيقه معيشه بيتزايد يوم بعد يوم، وفي ظل مشاكل كثيره جدا، وفي ظل عماله كثيره جدا خارج قوه العمل الى الان، ازاي نقدر ان احنا نضمن حقوق ادميه للعامل المصري في 2015. نبدا يومنا؟ نبدا يومنا مع كاتبنا الصحفي محمود الجندي وصحفي بجريده الشروق، فخليكم معانا وصحفي.